شنو هي الأشياء اللي ممكن أن يضيفها المدرب عبد الغني شهد إلى المنتخب الوطني العراقي بحيث أن الجمهور العراقي يحس أنه أكو فارق بينه وبين المدرب المقال بيتروفيتش؟ هواية أشياء ممكن أن يضيفها عبد الغني شهد إلى المنتخب العراقي، منها إيجابية يمكن يحبها الجمهور ومنها سلبية بالتأكيد راح يكرهها الجمهور. أنا كحسام أحب أبدي بالإيجابيات. أول شيء إعادة اللاعب جاستن ميرام اللي أعلن اعتزال اللعب دولي بأيام المدرب أدفوكاتو بيتروفيتش وصارت له مشاكل وياهم. نعم أعتقد بالنسبة لي أنني بقلب متألم ومعتصر جدا، أعتقد بأن الوقت قد أتى لأجل أن أتقاعد. اليوم عبد الغني شهد يقدر يعيد مرة أخرى إلى تشكيلة المنتخب الوطني العراقي، بس قبل كل شيء لازم جاستن يشيل فكرة الاعتزال من باله. خب بآخر فترة سمعت تصريحات منسوبة جاستن قال بيها أنه أني أتمنى أن أدرب المنتخب الوطني العراقي، وعلى قولة أبو المثل العراقي بعد ما شاب ودول الكتاب. حبيبي جاستن، احنا بعز شبابك ما استفادينا من عندك كمنتخب وطني عراقي، فهسه باقي لك سنتين بمشوارك الرياضي، خلينا نستغلك بيها، خلينا نستفاد من عندك بهذه السنتين. فأتمنى من عندك أن تراجع قرار اعتزالك على مود عبد الغني شهد يسحبك. السلام عليكم. عليكم السلام. ثاني شيء نفكر منو من اللاعبين الجدد المحترفين ممكن عبد الغني شهد يضيفهم للمنتخب الوطني العراقي. يعني احنا أدفوكات وبيتروفيتش جربوا، زيدان اقبال، علي الحمادي، العماري، بالاضافه الى مهند اجعاز. فهنا لازم عبد الغني شهد يسوي له حركه ويضيف لاعب جديد محترف الى تشكيله المنتخب العراقي. فمنو برايكم راح يقدر يضيفه المدرب عبد الغني شهد على مود مستقبلا يقولون انه عبد الغني شهد جاب اللاعب المحترف الفلاني والفلاني؟ فمنو قدامنا اذا نفكر منو يجيب، منو يقدر يجيب؟ كيفن يعقوب، فاللاعب مثل ما تعرفون بالفتره الاخيره وافق على تمثيل المنتخب العراقي، لكن شغلته واقفه يم غيث مهنا. اذا كمل اوراقه وطلع له جواز وكملت اوراقه، بالتالي عبد الغني شهد لازم يستدعيه. وهمين نقدر نقول انه كيفن يعقوب هي ورقه من اوراق عبد الغني شهد، اذا اقتنع وسواله استدعاء راح يكون حاضر. الله وكيلكم، بس يخابره يركب طياره ويا صديقه امير العماري ويجون الملعب المباراه. طيب اكو لاعب اخر محترف ممكن انه يجيبه عبد الغني شهد؟ بصراحه اي شلون نسيته. أحمد ياسين، اللاعب اللي كان مصاب وعاد ما شارك بالتصفيات، يعني ما سحبه بيتروفيتش ولا سحبه أدفوكات لأنه كان مصاب. فاليوم عبد الغني شهد راح يكون عنده لاعب آخر ممكن أن يسحبه المنتخب الوطني العراقي، وهو إضافة جيدة. أحمد ياسين رجع بعد غياب طويل، ومثل ما تعرفون دا يلعب كان بالدوري السويدي، بآخر الأيام بالدوري السويدي لعب وسجل أهداف، وحاليا قاعد يتمرن الستوريات مالته بالجيم ومنتظم. فبالتالي أعتقد راح يكون جاهز وبس ينتظر عبد الغني شهد يتصل له على مود يجي ويلتحق بالمنتخب العراقي مباراة القادمة أمام كل من الإمارات وسوريا. هاي أربع لاعبين ويا عبد الغني شهد راح يعتبرون إضافة إذا فكر هو يستدعيهم. طيب أكو لاعب محترف آخر بهذه الفترة ممكن أن نضيفه للمنتخب الوطني العراقي؟ بوجهة نظري أعتقد هذول الأسماء اللي موجودة واللي ممكن عبد الغني شهد أن يستدعيهم، أما بقية الأسماء ممكن شغلتهم تطول. بما أنه خلصنا من المحترفين المتاحين، خلونا نروح للدوري العراقي ونشوف منو أكثر اللاعبين اللي يحبهم عبد الغني شهد بالفترة اللي درب بها المنتخب الوطني العراقي. أول لاعب يحب عبد الغني شهد هو اللاعب علاء مهاوي. علاء مهاوي أخذ ويا الأولمبياد ريو، ومن بعدها اشترك ويا بكأس آسيا تحت 23 عام، واعتمد عليه بهواية مباريات، فلهذا هو واحد من اللاعبين اللي يحبهم عبد الغني شهد. اللاعب الثاني اللي يحب عبد الغني شهد هو لاعب همام طارق. همام طارق همين اشترك ويا بأولمبياد ريو، ومرة عبد الغني شهد درب المنتخب الوطني العراقي مباراة واحدة ويا فيتنام كان موجود وياه، حالة من حال مهدي كامل اللي أيضا تواجد ويا عبد الغني شهد
بالأولمبياد وتواجد وياه أيضا بمباراة العراق أمام فيتنام وبأمم آسيا تحت 23 عام، فهذول اللاعبين أيضا يحبهم عبد الغني شهد. اللاعب الرابع اللي يحب عبد الغني شهد هو اللاعب صفاء هادي. بأمم آسيا 2018 اشترك وياه بأربع مباريات وكان لاعب أساسي ويا عبد الغني شهد بمباراة ماليزيا والسعودية والمباريات الأخرى وصولا إلى مباراة فيتنام. عبد الغني شهد يشترك بصفاء هادي كلاعب أساسي وياه، وبالتالي هو المدرب مالته ويعرف تفاصيل هواية عن صفاء هادي. بس دقيقة شباب، دقيقة شباب، البعض من عندكم انطى ديسلايك للفيديو من وصل لهذه الدقيقة، والبعض الآخر يمكن غادر القناة. بس دقيقة خلي أفهمكم، ترى أني قلت يحبهم ما قلت يسحبهم. اي ركز، أنا قلت هذول اللاعبين يحبهم عبد الغني شهد وسبق ان دربهم، ما قلت ابدا راح يسحبهم. يعني قابل كل علاقات الحب بهذا الزمن تنتهي بنهايات سعيدة؟ مرات الواحد يحب وحدة وعلاقته بها كلش قوية، بس فجأة يخلي عينه على صديقتها ويروح يتزوج صديقتها. يعني ممكن عبد الغني شهد يحب همام وصفاء، وممكن يحب علاء مهاوي، لكن ممكن يروح يستدعي اللاعب مهند عبد الرحيم، لأنه مهند عبد الرحيم دائما متواجد وياه وهو المهاجم الأساسي مالته كان. وبصراحة بالفترة اللي درب بيها المدرب عبد الغني شهد المنتخب الأولمبي، دائما مهند عبد الرحيم من ينزله يكون بالموعد، فمهند عبد الرحيم ممكن يختاره ويجيبه للتشكيلة بالرغم من حبه لكل من همام وصفاء ومهدي كامل وعلاء مهاوي. ونسيت أقولكم، هو بادر بحبه لعلاء مهاوي وراح طلبه من ذويه، لكن ذويه المتمثلين بالاتحاد العراقي رفضوا عودة علاء مهاوي. فبالتالي مرات الواحد هم يعني يروح ويسوي خطوة لكن يجي رفض، وهذا اللي صار بقصة علاء مهاوي مع المدرب عبد الغني شهد. فالاتحاد العراقي كلش رافض فكرة عبد الغني شهد أن يرجع علاء مهاوي، لكن ممكن عبد الغني شهد يصر على حبه لإبراهيم بايش، وممكن أن يجيبه المنتخب الوطني العراقي مرة أخرى، وأعتقد الاتحاد راح يكون شوية مرن وياه وراح يوافق له على إبراهيم بايش، لأنه بايش أيضا من اللاعبين اللي دربهم عبد الغني شهد ومتواجدين بالدوري العراقي. ممكن أن يعيد عبد الغني شهد بهذه الفترة إلى المنتخب الوطني العراقي. هاي كل الأشياء اللي ممكن أن يسويها المدرب عبد الغني شهد، وممكن أن يحسسك بالتغيير سواء كان إيجابي أم سلبي. شكرا لدعمك للحلقة، وشكرا لدعمك للقناة. أشوفك بحلقة أخرى إن شاء الله. مع السلامة. اليوم تشرفت بلقاء رئيس وزراء الهند.